تخيل عليا راه واحد ما تيقرش فيك لا والله ما تيقر داكش داك شوفوا يونس فاش كيتفرج في المغامره اللي درنا في اكبر مدينه ملاهي في تركيا. شفتي سمح علاش نازله يونس؟ عجبتك هذيك المغامره؟ لا. استمتعتي ملي تفرجتي فينا؟ اه. واش بان لك واحد القضيه؟ الا وصل هذا الفيديو 30000 لايك هذه المره غنديوك لتركيا في اقرب وقت ونخليو ابتسام بوحدها. غنمشي انا وياك وهشام. شوشو حنا نازلين ما يمكنش مغامره خطيره. وعندي واحد الفكره، بما انك كتفرج في هادشي ديال المسبح شبان ليك نمشيو لاول مره للمسبح وحنا صايمين؟ نمشيو ندوز يوم كامل في المسبح وحنا صايمين. آه. وغندير واحد التحدي اللي خطير غديرو معانا وبحوايجك هادو ماشي حوايجك ديال السباحه. نمشيو يلا ليتس جو. الاصدقاء ديما كتطلبوا منا الا مشينا للمسبح نصوروا لكم لقطات تحت الماء. ها حنا ديال الجو برو خوتي غنصوروا بها تحت الماء لقطات ديال الغطس وداكشي والسباحه عاوتاني مع الموسيقى شي داكشي زوين. يلا الخوت جينا بغينا نمشيو كنجمعوا داكشي اللي نديو معانا. لقيناك شنو؟ فشيتها. فشيتيها ولكن حنا دابا بغيناها وخصها تكون شنو؟ منفوخه. يلا شوف غادي نحسب لك 30 ثانيه غيخصك تنفخها ما تغليش. لا تجيني في شتيها. اوكي غنشوفوا هشام واش غيقدر ينفخ هذه في 30 ثانيه ولا ما غيقدرش. سير هشام سير هشام هذه بطاطا اللي تحرك هذه الكاجوا حيت هاني واحد ركله في الفندق اللي ما كيعرفش يعاود فيه. سير 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صافي. حبس 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 ديك واحد درتي فيها 6000 كيلومتر. ولكن واحد الحاجه فشيتي رفختي هذه وخليتي هذا الراس ديالها مسكين شو كي داير. يلا ماشي حشومه عليك ماشي حشومه عليك. انا عاوتاني على ابتسام واجده واجده مستعده. علاش انا قلت لك واش واجده مستعده؟ علاش؟ لحقاش التحدي اللي غنديرو اليوم احتمال تخسري فيه هاد الحوايج اللي لابسه. كيفاش نخسر في هاد الحوايج اللي لابسه؟ لابسه احسن حوايج زاز عليك. حشومه عليك مبردين واخيرا لقيتهاش مبرده. غندير واحد التحدي اللي سميتو تحدي الثقة. ويلي زعما غتثق فيا ونثق فيك؟ غنشوف واش غتثقي فيا وغنشوف واش غنثق فيك. انا براسي مشاك في راسي دابا. ويلي حتى يونس غيديرو معانا وفين غنديروه؟ في الفوندو. الفندق. كيما كتشوفوا حنا جينا دابا للمسبح. واجدين؟ واجدين. مستعدين يونس؟ وين اللباس ديال بونو عاوتاني؟ شوف بطبيعه الحال غيكونوا بزاف ديال التحديات. اوكي. واول تحدي غنديروه هو تحدي الثقة. ما حدنا باقي لابسين الحوايج ديالنا. انا نشرح لك كيفاش. هشام شد في يدي بحال هكا. يلا سير سير عند المسبح ما تخافش راه قلنا تحدي الثقه. غيخصك شنو دير؟ غيخصك ترجع اللور وتثق فيا نبقى شادك ما نلوحكش لمده 10 ثواني. فهمتي؟ كل واحد فينا غيخصو يثق في الاخر. ما غنثقش فيكم انايا. المره الاولى كاملنا غادي نثقوا في هشام غنشوف واش غيرمينا ولا لا. اوكي. في نظرك يونس هشام غيطلقك ولا غيبقى شادك؟ يبقى شادك. غيبقى شادك. يلا سير انت الاول سير انت وياه. يلا سير 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 غنبداو بيونس هو الاول غنشوفوا واش غيثق في هشام ولا لا. لا يونس زيد مازال رجليك زيد 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 النص ديالها خصو يكون في لابيسين. برافو. نادي يلا هشام وقف قدامه مباشره. يلا سير رجع اللور يونس رجع اللور رجع اللور. بقى شادك غيبقى شادك غيبقى ارجع اللور. شخي شخي واحد جوج ثلاثه ارجع اللور. عندك تلاح عندك تلاح. ما قدرتش يرجع ما تيقش فيك اصاحبي. خويا لا. يلا ابتسام دابا غنشوفوا واش غتثقي في هشام ولا لا. واجده هشام هشام. دابا كما كتشوفوا هشام وابتسام غنشوفوا واش ابتسام غتثق في هشام ولا لا. ابتسام الشرط الاول هو رجليك يكونوا عند المسبح. سروال كيفزك هكاك زيدي زيدي ناري وحامله. عرفتي وطلق مرتك؟ ايه ورانا غنتسطا. يلا واش دير راسك باش ترجعي للور؟ راه عندي غير الحوايج. ناري واحد جوج ثلاثه رجعي للور مازال رجعي للور. ويلي 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 غيطلقها غيطلقها غيطلقها. اوه ركب فيك مالهم شنو كترعد شنو بقيتي فيا الله يتو بقيتي فيا وفراسك تقتي في خوك دابا والله لا تقش فيه هبط ياك شتيني تقش فيك هشام. ايوا ما حتاج ما خيبتهاش. اه هشام دابا انا غنثق فيه. ناري عندك هشام تلوحني ما تخافش. جوج واحد دابا هشام اخوتي غيخصني نثق فيه. مشيت فيها مشيت فيها. شوف شوف بعدا خصني شدني مزيان. ها شد مزيان شد انت لا تشدني ماشي انا. هو دوري يدك هكا هكا. عرفتوا علاش؟ حيت انا ثيق فيه اذا ما خصنيش نشد فيه. حيت هو اللي خصني نشد بطبيعه الحال. ثاني حاجه كما قلنا هو هذا اللي جا كتلعب. حيت ديك الجلجه حيت الجلجه. اجي لهاد اجي لهاد. شوفوا اخوتي رجلي ها هما قايسين. عندك تزلق في الصداره. شوف 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 رجلي شوف شوف قايسين الحال هكا. فاش كطيح بك ديك الجلجه هي. ديك الجلجه كتزعزع حتى ديك الجلجه كتزعزع. غنجي لهادي. يلا وقف قدامي هكا. شوف رجلي اخوتي. واحد ناري غنتك جوج ناري قدي لوحني اخوتي في لابيسين لداخل. واحد جوج ثلاثه
هشام اش وقف عند الشليجه وجلس جلس باش تجي قدو اي جلس باش تجي قدو ناري مين لا لا جلس غير على رجليك دير غير القرفوسه هكاك لا لا على رجليك ماشي على ركابي هكاك راه غينوح كالصاق هكاك يلاه جمع رجليك مزيان ورجع للور يونس ويونس هشام دابا غير تيق فيك عندك تلوحو ناري كيقول لي رجع للور يونس عندك تلوحو ناري المشكله شوف حنا دابا الفكره هي انه ما يدفعكش اما انت راه غتلاح الا جريتيه صافي يلاه وقف غنشوف واش غيدفعك ولا لا يلاه واحد جوج ثلاثه يونس غتدفعو ولا غتجر شنو غدير؟ غندفعو ناري بغيت تدفعك هرب هرب قبيله ما تاخش فيه ياك خلاه انه قال لي لا ما نتلحش اللور ودابا بغى يدفع بغى يدفعني له حنا ناري يلا انت وياها ابتسام ناري انا ماما ماشي شغلي اخوتي كما كتشوفوا دابا ابتسام ها هي واقفه في بلاصتها هي ما تقدرش تجلس كما كتعرفوا حامله يونس دابا الخيار قدامك ابتسام هي قدامك حامله ولا بيسين بارد وكاينه الحراره اش بان لك ولابسه حوايجها ماشي ديال العمان واش غتدفعها ولا غتخليها تما اللي يختار غنديروه شنو ما غتدفعهاش حلف بالله علاش علاش ما غتدفعهاش قولي لنا علاش هي حامله عندك الزهر عندك الزهر ابتسام شتي كون ما كنتيش حامله دابا كون راه شنو فكون علاش كون ما كانتش حامله كنت تلوحها اه دابا نوبتي المهم انا غنعوم باينه غنعوم يا ربي السلام اخوتي ما يمكنش انا رجع الله رجع الله اش ما حمنيش انا بلاتي شويك ما كاينه في جيبي شي حاجه كاينين غنهضر اخوتي غنديرهم غنديرهم لحقاش يونس الا قرر انه يدفعني ما عليا الا نتدفع قبيله انت راه هربتي خصني انا ما نهربش ولكن ان شاء الله يونس ظريف ما غيدفعني يلا فكر مزيان واش غتصلح باباك ولا لا يلا عطيته 20 درهم انتم شوف عطيتها له رشوه اخوتي 20 درهم باش ما يدفعنيش يلا سير يونس هنا قدامك هنا راجع رجع لا خلاص كغيت لحو يلا هنا راجع واش دابا غتلوحني ولا غتخليني ويونس هنا هنا يلا سير يلا شنو قررت يونس يلا غتلوحني شو ما عليكش درك ناري 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 نادر 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 برافو عليك يونس هاي فايف هاي فايف والله الا حشم عليك بحوايجي وكسكيطي ونضادرك نضادر 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 طاح وانت خصي تجبدهم هشام شبان ليك ما تتوقعش غير يلوحوا عليك راه مشي يجيب نضادر والله ياس انا صدمني فاسك ملي لاحوا يونس شفت حتي باباك نضادر خوتي السلام عليكم مرحبا بكم في جديد ما كانش عليا نتيق في ولدي غدرني غدرني اخوتي الله يلا غدرني بالله شو 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 سنداتو سنداتو كتعوم سنداتو كتعوم شو كاين الحال مزيان شو كاين تعدى عليا بلاتي نخرج تشوف حالتي كي دايره اخويا شو كاين عليا كاسكيت دير كاسكيت كابريم دير كاسكيت بريستيج بريستيج حيد يونس حيد يونس خليني نطلع حيد يونس انت غدار هاد السنيجه هي اللي دارتها بيا لا حتك الجليجه يلا طلع يلا طلع شوف ها هو السيد جابك الصنداله شكرا شوف اخوتي حالتي كي ولات الله يلا حشوم عليك ينسو ومشكله جبت حوايج السباحه دابا غير خصني نعوم بهم مازال وهادو تكرفصوا يلا شوف الحاله ديالك واخا عليك واخا هرب 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 اخوتي شتي هرب واخا دابا النوبه ديالك ابتسام ولكن بينك غير مع يونس وهشام حيت انا صافي انتوما اللي بقيتو فيا خصك تثق فيا غنثق فيك يا ربي مشيتي فيها هشام 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 مشيتي فيها يلا سير وقف في البلاصه اللي كنت انا واقف فيها وابتسام دابا هي اللي غتشدك وغنشوف واش غتلوحك ولا غتخليك واقف في بلاصتك يلا ثق فيها نخا واحد د الدنيا يلا سير وجد راسك هشام ما تشدهاش ما كاينش حاجه عندي عولتي على خزيتك عولتي على خزيتك يلا سير وجد راسك هذه كتلعب ماشي غليش حتى انا كنت كتلعب زيد بدل الجليجه هاد الجليجه تاع خوتي الا كانوا كيلعبوا بوحدهم غيطيحوك يلا وجد راسك هشام رجع للور تيق 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 غنثق فيها والله شوف غنثق فيها 100% يلا تقاد واحد جوج وتك تطيح بوحدك يلا زيد واحد جوج ثلاثه رطيه للور رطيه للور نشوف واش غيثق فيك ولا لا بقى شاده شتي ها هي ظريفه ابتسام ما دارت لك والو شكون تخيل عليا راه واحد جوج ثلاثه
الصنادل 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 حيد 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 ضربك الصباح كنت غنشرب الماء راه كيقول لك لا ثقة في عتيقة وراه هادي راه ماشي عتيقة هادي راه ابتسام اجي انتوما واش حشومة عليكم بجوجكم والله إلا غداري بالله إلا غداري دابا اخوتي نكملوا التحديات حنا ما بغيناش نلحوك ابتسام درنا معاك المزيان هو تحدي الثقة ماشي شغلي لا ماشي شغلي صافي حشومة عليك والله إلا حشومة عليك علاش تيقوا فيا أنا ما تيقوش فيا واخا دابا فراسك دازت نوبتي أنا ولا ما دازتش نوبتك أنت صافي طحتي طحت ولكن باش نشدكم أنايا نلحكم ما دازش راه يدك نشوف لا 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 غاتيقي ما تخافيش ما تخافيش غاتشوفي الفرق ما بيننا وبينكم دابا في هذه اللحظه يلا رجعي اللور رجعي اللور رجعي اللور رجعي اللور تقادي هكاك رجعي اللور تقادي لا رجعي اللور رجعي اللور هكاك رجليك يكونوا اللور يلا واحد جوج ثلاثة رجعي ما تخافيش ما نلوحكش يا قلتي تحدي الثقة واش انا عرفتيني غادي ما تثقش فيك لا والله ما تثق فيك لا 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 شتي شتي مزيانة مزيانة صح واخا غنردو عليك شي مقلب إلا وصل هذا الفيديو 30,000 لايك غندير لك شي مقلب غتندمي عليه حياتك كاملة علاش تسنى نتا ولد واش لا كون جي حامل صاحبو لاباس عليك بخير عقلتي فاش غدرتي بيا ياك ياك الشرير ياك المهم هو لبس حوايج ديال السباحه ديالو الاسطوريه اللي ديما كيلبس يلا سير تمشى فوق داك السور تمشى تمشى فوق داك السور زيد الي يونس الي يونس شدو هشام شدو هشام لوحو شدو هشام لوحو لوحو في الفندق هشام لوحو في الفندق حيت تقدر لا غيلوحك في الفندق حيت غدار يلا سير لوحو ديال الصغار لوحو ديال الصغار واحد وشويه لوحو بشويه جوج جوج ونص ثلاثه وي ياك الله الله شوف 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 عجبو الحال ياه تصيدنا قلبنا كان علينا نلوحو في الفندق او بطبيعه الحال ملي جبنا هذا البطا اذا غنديروا بها دابا واحد التحدي عرفتي شنو غدير يا يونس غتمشي دابا حدا هشام في البلاصه اللي واقف فيها هشام وغنلوح لك هذا البطا وغيخصك تلاح وسطها بحال هكا تخرج منها يلا سير سير حدا هشام سير غنشوف واش يقدر عليها التحدي ولا ما يقدرش يلا سير ورينا هاد الحركة ديال السباحة زيد برافو أو يخشي راسو في السلوم ها يلا سير 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 سربي 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 بسرعة 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 سير مع الصور سير مع الصور يلا بحال شي ستاج ديال كراش يلا زيد 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 برافو شوف يونس راه فاش غنلوح هادي عرفتي شنو غيوقع يونس راه غيبقي يلعب بها الماء وغيجيبها لعندك يلا سير واحد هنا غنرميها هاهي جاية هي مشاتش عنده مشاتش عنده إذا نرميها قريبة شوية ويلي ويلي شوك تقلبات واش بغات تحمقنا هاد البطة هادي هاكا هشام تكلف اخويا شدها ولكن راه احتمال ينقز عليك واش فاس يلا واحد جوج جوج ونص ثلاثة يلا تلاح وسطها سير ناضي يونس ناضي 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 سرحتيها كان يجي فوق وجهك ناضي يونس اش كاين ابتسام لاباس شوفي غنديروا لك كيما درنا يونس يونس غدر بينا ونحنا في هذا ديال الصغار وانت غنلوحوك في داك ديال الكبار انا نوريك سيري تمشي مع داك الصور يلا سير سيري تمشي كيم فين غادي هشام تسنى تما هشام كيما دارت لينا يلا زيد نوريكم حنايا الغدارين لا ما غنلوحكش غا سيدي ما تخافي والو عزيزي زيدي خايفه على راسها اخوتي حيت حامله زيدي ما تخافيش لا لا ما تزويش غير سيري شويه شو شي كيتلاح يلا زيدي هي ما قدرتش خايفه من راسي لا نطيح لا لا ما تطيحيش ما تطيحيش زيد واحد جوج زيد زيد يلا سير زعما حصلت لا حصل انت فهمتي زيدي مازال لا 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 مالك زعما حصلت زعما شوف انت ما تقدريش تلاحي دابا ياك ما نقدرش نتلاح خصني يلا زيدي هبطي غنحسب لك حد 10 غتهبطي من السلوم اكثر حاجه صعيبه عليك اللي هي تهبطي في الزربه يلا سير غنحسب واحد جوج ثلاثه 10 التوالي خصك تكوني هبطتي الماء يلا عقاب يلا انا نبدا نحسب واحد جوج ثلاثه ربعه خمسه سته سبعه ثمانيه سعود ما بغيتيش لا 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 صافي صافي يلا هبطي هبطي لا هبطي مازال غطسك واحد جوج ثلاثة غطسي 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 سير سير الشريرة سير الشريرة سير كم تقم من ناخد غنحسب حتى ثلاثة غتغطسي واحد جوج ثلاثة غطسي غطسي ولا نتلاح عليك غطسي هكاك أخيرا كتعذب هي باش كتبغي تدخل سير 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 وريني تلاحية سير 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 ووو ناضي تبحرتي يا زعما انت تبردتي المهم الاصدقاء دابا غادي نستعملوا الجو برو كما قلت لكم باش نصوروا لكم لقطات تحت الماء واستمتعوا بهم ومازال التحديات اخوتي مستمرين Thank you.
خوتي حد هنا سال الفيديو ديالنا وعارف بالله تقولوا لي العزاوي فينا هما التحديات ديال المسبح اللي كديروا ديما تبعوني تشوفوا فين غنديروهم هاد المره غادي تصدموا اخوتي واحد البلاصه اول مره غنمشيو ليها غتصدموا هشام ابتسام غتصدمي يلا يلا تشوف يلا المهم الاصدقاء البلاصه اللي غنديروا فيها التحديات هرباني في الفيديو الجاي هي هذا المسبح اللي كاين تحت الارض اخوتي كما كتشوفوا هنا راه كندير واحد التحدي اللي هربان المهم هما فيديوهات هنا طلعوا لكم حتى هما ديال عائله العزاوي وهذا الفيديو ديال المسبح تسناوه غدا اخوتي مع 8 ونص شكرا حيت تفرجتوا